في نفس الإطار أعلنت بريطانيا عن منح كييف مساعدات عسكرية بقيمة 7.5 مليون جنيه استرليني بما يعادل 9.5 مليون دولار من أجل الحصول على طائرات مسيرة جديدة لاستخدامها في الهجوم والمراقبة. وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه يجب على الدول الحلفاء الاتحاد لدعم أوكرانيا وضمان عدم نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عملياته العسكرية، مؤكدا أن بلاده تقف جنبا إلى جنب مع حلفائها الأوكرانيين منذ اليوم الأول للعملية الروسية في أوكرانيا وتقود الدعم الدولي بالإضافة إلى تدريب 50,000 مجند، كما تقدم الأسلحة والطائرات المسيرة ومعدات عسكرية أخرى. أتحول بحضراتكم إلى العاصمة البريطانية لندن من هناك، أرحب بزميلي أبو بكر بشير مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك أبو بكر، إذا كنت أتحدث منذ لحظات مع عربي مرزوق مراسل القاهرة في برلين عن تخوفات ألمانية من إمداد كييف بنوع معين من الصواريخ بعيدة المدى، إلا أن بريطانيا تأتي وتتحدث عن استمرار في منح كييف المساعدات بقيمة تصل إلى 7.5 مليون جنيه استرليني، ما تفاصيل هذا الدعم البريطاني؟ التفاصيل أن بريطانيا يعني منذ اليوم الأول اتخذت موقفا واضحا لجهة ضرورة دعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا ومنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الانتصار في الحرب، هكذا بالضبط هي الصياغة البريطانية. وفي هذا الإطار هناك حزمات مساعدة عسكرية وغير عسكرية مستمرة منذ بداية الحرب بلغت إجمالي نحو 13 مليار جنيه استرليني، نحو 8 مليارات منها ذهب إلى الدعم العسكري المباشر والباقي في إطار دعم إنساني. آخر هذه الحزمات تزامنت مع اليوم 1000 للحرب الروسية في أوكرانيا، يعني اختارت بريطانيا هذا اليوم لتعلن عن حزمة جديدة من المساعدات بقيمة 7.5 مليون جنيه استرليني لتتركز على الدعم الخاص بسلاح المسيرات، والذي تقود بريطانيا في هذا المجال مجال المسيرات جهدا أوروبيا بالأساس لتطوير قدرات أوكرانيا في إرسال المسيرات وفي التصدي للمسيرات الروسية الإيرانية كما تقول بريطانيا. في هذا الإطار يأتي هذا الدعم. بريطانيا ليست جديدة على الدعم، هي جدولت 3 مليارات جنيه استرليني دعم سنوي لأوكرانيا، دربت أكثر من 50,000 جندي أوكراني حتى الآن على الأراضي البريطانية وبإشراف بريطاني، وكانت من أوائل الدول التي أرسلت صواريخ إلى أوكرانيا، صواريخ ستورم شادو. الآن الإشكالية كلها في المقارنة التي بدأت منذ 48 ساعة بالموقف الأمريكي، حيث أن الولايات المتحدة يعني سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لاستهداف العمق الروسي. منذ ذلك الحين وجميع الأنظار تتوجه إلى لندن وكل الأسئلة طرحت على عدد كبير من المسؤولين البريطانيين الحكوميين، ماذا سوف يكون موقف لندن؟ اللافت كان هو يعني عدم ذهاب المسؤولين أو أي منهم حتى إلى منحنا إجابة شافية أو قطعية. الجميع التزم بالمنطقة الرمادية، وهذا فسره الكثيرون بأن بريطانيا لديها حسابات تختلف عن حسابات واشنطن كثيرا. بداية الإدارة الأمريكية التي اتخذت هذا القرار الآن هي إدارة تغادر البيت الأبيض وتغادر الحكم بعد أشهر، في حين أن الحكومة البريطانية تولت الحكم منذ أشهر، بمعنى أن الإدارة الأمريكية ليس لديها الكثير مما تخسر، في حين أن الحال مختلف تماما هنا في لندن. هذه واحدة. الثانية أنه إذا اتخذ هذا القرار فهناك مخاوف بريطانية حقيقية ومعلنة من رد فعل موسكو، لا سيما إذا ذهبت روسيا كما هددت سابقا باستهداف منشآت عسكرية ومصالح اقتصادية بريطانية في أوروبا، وبالتالي سوف تكون بريطانيا مضطرة للدخول مباشرة في حالة اشتباك مع روسيا، وهذه الحالة ظلت تتجنبها لندن منذ بداية الحرب وتكتفي بدعم أوكرانيا في هذا الإطار. السبب الآخر هو سبب لوجستي تقني أكثر منه أي شيء آخر. تقول بريطانيا والمصادر هنا أنه لا يكفي اتخاذ قرار بالسماح لكييف باستخدام الأسلحة والصواريخ البريطانية لاستهداف العمق الروسي، لكن هذا القرار لابد أن يتزامن إذا اتخذ مع تزويد أسلحة، تزويد أوكرانيا بكمية كبيرة من هذه الصواريخ، بحيث أنه بالفعل لندن أرسلت عددا من الصواريخ إلى أوكرانيا لكنه ليس عدد كبير ولا يمكنه أن يغير مسار المعركة.
إذا أرادت لكييف أن تستخدم هذه الصواريخ بكميات كبيرة قادرة على تغيير مسار المعركة، فلابد أن تغرق كييف بهذه الصواريخ. هذا القرار لم يتخذ حتى الآن، لم يتم توفير الدعم المالي اللازم لذلك، ولا حتى عدد الصواريخ اللازم لتوفيره إلى كييف. كل هذه الأسباب مجتمعة تعقد الموقف البريطاني نوعا ما في هذا الإطار، فقط في جزئية السماح لأوكرانيا باستخدام السلاح البريطاني داخل روسيا، لكن على كل إطار آخر مستمر الدعم البريطاني، بل هي مستمرة في محاولة حشد الدعم الدولي الأوروبي بالأساس، ومزيد من الصواريخ ومزيد من الأسلحة لكييف، حتى يتم تحقيق الهدف الذي تراه بريطانيا مشتركا بين أوكرانيا وبينها، وهو منع روسيا من تحقيق الانتصار في الحرب في أوكرانيا. شكرا جزيلا زميل أبو بكر بشير، تحدثت إلينا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا لك.